مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. إذا نرجوكم في الجزء الثاني من برنامج باختصار. يمكنكم متابعتنا على الباج أوفيسيال فيسبوك الزيتونة أو على شان يوتيوب الزيتونة تي في وزيد على السيت ويب www.zaytounatv.com. إذا نرجعوا في الجزء الثاني مع ضيوف جدد باش نحكيوا على الانتخابات البلدية وانطلاق الحملة الانتخابية. ومعنا للموضوع هذا والحديث عليه بأكثر تفاصيل مدام ليلى الشرايبي رئيسة منظمة عتيد. مرحبا بك يا ليلى. مرحبا بك يا عايشك. وسي أشرف العوادي رئيس منظمة أي واتش أنا يقظ. مرحبا بك. قبل ما نبدأ في الحديث معكم بخصوص الانتخابات البلدية والحملة الانتخابية اللي بدأت نشوفوا تقرير تالي ونرجع لكم. انطلقت الحملات الانتخابية البلدية بشكل رسمي ولأول مرة في تونس بعد الثورة تكريسا لمبادئ الدستور الجديد الذي ينص على اللامركزية وعلى تركيز دعائم الديمقراطية المحلية. وقد تم تعليق القائمات والبيانات الانتخابية في الأماكن المخصصة للإشهار الانتخابي، وانطلقت القائمات في نشر برنامج حملاتها واجتماعاتها في ظل إصرار واضح على إرساء ديمقراطية محلية تقطع مع مركزية القرار. استعدت الأحزاب والقائمات المستقلة في مختلف جهات الجمهورية لخوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي وحشد كل طاقاتها لإقناع الناخبين ببرامجها للحكم المحلي. وكانت الأحزاب الكبرى التي تقدمت في كل الدوائر تقريبا تسابق الزمن لتقديم بياناتها الانتخابية والتعريف بقائماتها، حيث أكد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في انطلاق الحملة الانتخابية على أن هذه الانتخابات ستثبت الديمقراطية في تونس وتؤمنها من الرياح العاتية التي تهز المنطقة. وصلنا تونس إلى محطة الانتخابات البلدية والحكم المحلي، هذا مكان سهل. وأنا أقول لكم حركتكم اعتزوا، لأن حركتكم حركة النهضة هي أكبر من ساهم في أن نوصل إلى النهار هذا، النهار بداية الحملة. برشا ناس آخرين ربي يهدينا ويهديهم كانوا يعقلوا باش ما نوصلوش للنهار هذا، ويحطوا التعاطل ودعوة للتأخير بعد تأخير، ونحن قلنا لهم معاكم باش تمشوا. نداء تونس دعا من جهته في انطلاق حملته الانتخابية منخرطيه إلى التعبئة العامة من أجل كسب هذا الرهان، وقام بالتعريف بالخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي وآلية تركيز الحكم المحلي. اللي مش يتبدل إن شاء الله وخاصة في القانون الجديد في ظل الجمهورية الثانية هو الحوكمة المحلية، إن شاء الله مش يكون صوت رئيس المجلس البلدي لصفاقس، يكون صوت الولاية كاملة في للدفاع ولطلب ولتحقيق المشاريع المعطلة والمشاريع المستقبلية اللي يطمحوا لها سكان وأبناء الجهة هذه. في المقابل عبرت بعض الأحزاب عن استيائها من المسار الذي اتخذته الحملات الانتخابية في علاقة بالعراقيل التي تعرضت إليها والتجاوزات الخطيرة التي تهدد هذا المسار حسب توصيفها، حيث قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي إن الحملة الانتخابية للجبهة تتعرض ومنذ انطلاقها إلى عدة عراقيل من قبل بعض الهيئات الفرعية، واصفا هذه المسألة بالخطيرة ومهددة للعملية الانتخابية. كل المشكلة هي أنه الإشارة اللي جات في البيان الانتخابي إلى كونه في هالمناخ العام في تونس السياسي منذ 2011 استفحل الفساد، استفحلت الرشوة، استفحل سوء التصرف، وكيفاش ثم مسؤولية لائتلافات الحاكمة اللي حكمت منها في تونس على الأوضاع هذه. فقال لك هذا يراه ما تحكيش عليه، هذا يسيء، ثم شكون وصل حتى يقول يسيء إلى سمعة تونس في الخارج، يقول لك ما تذكرش كلمة ائتلاف حاكم. وقد رافقت انطلاق هذه الحملات الانتخابية إجراءات رقابية صارمة من قبل دائرة المحاسبات، وذلك لمكافحة الفساد وفرض الشفافية، حيث ألزمت القائمات المرشحة للانتخابات البلدية باعتماد نموذج للحساب المالي تلتزم به عند تقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا.
تتخوف الأحزاب في أول انتخابات محلية من عزوف المواطنين عن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وما رد ذلك حسب مراقبين التقلبات السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومما يزيد في تعقيد الوضع ما عبر عنه عدد من السياسيين من وجود محاولات تعمد عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية بما يخدم المصالح الحزبية الضيقة. إذن تقرير للزميل محمد علي الشتوي، كل الشكر ليه. نبدأ معك مدام ليلى الشرايبي، رئيسة منظمة عتيد، مرحبا بك مرة أخرى. نعم. لو كان حطوا الأمور في إطارها وفي نصابها، إيش معناها انتخابات بلدية؟ إذا تعرفوا أنتم اللي بعد 2011 هذه أول انتخابات بلدية في تونس تجرى بقانون، معناها بعد الثورة. قبل كانت عندنا راهو بلديات وكانت فما قانون ينظمها وكانت فما، ولكن كانت هذه الانتخابات كانت سورية وكانت مهيمنة عليها من طرف الحزب الحاكم. إذا الحاجة الجديدة اللي احنا عايشينها توا اللي هذه الانتخابات فيها تعددية، فيها روح من الديمقراطية، فيها أنه أي شخص يرى في نفسه الكفاءة أنه باش يترشح باش يقدم روحه باش يخدم البلدية متاعه ويكون عضو إلى رئيسها، له الحق في ذلك بدون أي حاجز بدون أي تعطيلات. وهذا شيء إيجابي اللي احنا عايشين فيه، لأنه سقف الحرية تعرفوا أنتم طلع وإحنا عايشين في هذا الجو اللي يخلي الإنسان ينجم يقدم ويبادر ويكون من ضمن المترشحين. هي تعتبر الأولى من نوعها في تونس. في تونس بالطريقة هذه. بل كان موجود راهي تونس كان عندنا قانون انتخابي وكانت فما بلديات وكان فما عمل انتخابي، هذا الشيء ما لازمناش ننكروه، ولكن كانت يد الحزب الواحد هي كانت محطوطة عليه، معناها كانت فما تضييقات من حيث الترشحات، كانت فما تضييقات معناها وكانت فما مراقبة لاصقة، وكانت معناها وزارة الداخلية حتى يدها على كل شيء. إذا بالنسبة للآن لا، الباب تفتح للناس الكل، ولا تفهم الناس أي إنسان ينجم يقدم نفسه وينجم يرى في روح الكفاءة أنه باش يكون مترشح، ما فما حتى حاجة تعطله ولا تقف قدامه، وهذا شيء إيجابي. بالنسبة للآليات المراقبة، أشرف العوادي رئيس منظمة أي ووتش، أنتم أكيد معنيين بشكل مباشر ربما بالمراقبة والرقابة، شنو هي أهم الآليات ربما اللي باش يتم اعتمادها في رقابة الانتخابات هذه، خاصة أنها الأولى من نوعها كما تفضلت مدام ليلى وقالت في تونس من نوعها؟ خلينا نقولوا اللي احنا معنيين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بالانتخابات هذه من ناحية المراقبة. بشكل مباشر لأنه باش نواصلوا ونبنيوا على تجربة 2014 من ناحية مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، خصوصا للناس الكل اللي حكيوا على المال السياسي الفاسد وتأثيره في الحياة السياسية. فبالتالي باش نواصلوا كما قمنا في 2014، ستقوم المنظمة بشكل مباشر بمراقبة أربع قوائم قائمات، مش ما يقولوليش قوائم، قائمات حزبية اللي هما نداء تونس، حركة النهضة، التيار، وحراك تونس الإرادة، ثم ائتلافين اللي هو الجبهة الشعبية والاتحاد المدني. دونك هذوما زوز الائتلافات اللي باش يتم ملاحظة تمويلهم في 12 بلدية. علاش بشكل غير مباشر زادة؟ لأنه إذا نحكيوا على اللامركزية، نحكيوا زادة على لامركزية المجتمع المدني، أنه نحاولوا قد ما نجموا أنه نساهموا في أنه ثقل المجتمع المدني الذي يعنى بالانتخابات ينتقل كذلك إلى بقية الجهات. فكانت بادرة مع 27 من الشركاء متاعنا اللي هما باش يتولوا مراقبة الانتخابات. فبالتالي خلينا نقولوا أنه أنا يقظ لن تشارك في مراقبة الانتخابات بشكل مباشر أو على الأقل يوم الاقتراع، ولكن بفضل 27 من الشركاء متاعنا اللي قاعدين نحضروا مع بعضنا في الانتخابات باش يكونوا متواجدين في 20 ولاية. يعني فمش برنامج سبيسيال هكا خاص؟ خلينا نقولوا اللي احنا كما عودتونا. الاهم هو المراقبه التمويل الحمله الانتخابيه، هذا هو الجزء اللي مركزين عليه، ولكن من ناحيه الانتخابات توا قاعدين نوفروا في الدعم التقني من اجل انه 27 من الشركاء نتاعنا هما اللي يقوموا بالعمليه المراقبه. وصدقني كي غير كملنا احنا مؤتمر الشركاء كم كبير من الكفاءة اللي نحب نطمن تونس الكل اللي فما جمعيات باستثناء بالإضافة العتيد ومراقبون وآي واتش، فما جمعيات اليوم عندهم من الزاد المعرفي والكفاءة انهم يراقبوا الانتخابات. اذا نحكيوا على انتخابات بلدية محلية
زاد يلزمنا نحكيوا على انه دور المجتمع المحلي المدني المحلي يكون اكبر. انا متفائل نوعا ما، علي اقل بريسيون بارابور 2014 خاطر مش احنا باش نخدموا، لكن متفائل كي نشوف الشركاء نتاعنا والخدمه الكبيره اللي قاعدين يخدموا فيها. واضح. مدام ليلى، هوني ربما تم تسجيل بعض الخروقات خاصه انه الحمله الانتخابيه انطلقت اخر الاسبوع الماضي، ربما عدد الخروقات هذه والنوع نتاعها على خاطر فما انواع اكيد في الخروقات. تعرفوا احنا في عتيد نتابع كامل المسار الانتخابي ونلاحظ كامل المسار انطلاقا من القانون مرورا بمرحله بعد التسجيل فإيداع الترشحات، ونحن الان باثناء مرحله ملاحظه الحمله الانتخابيه. احنا عندنا كيف ما كان يحكي زيد عتيد هي جمعيه كبيره وعندها فروحها موجوده في كامل البلاد التونسيه، وعندنا منسقين وممثلين في كامل هذه الجهات معناها، وهذوما احنا كونناهم كنا معناها كونناهم كونا المكونين وهما انطلقوا في الجهات نتاعهم وكونوا الملاحظين نتاعنا يعني استراتيجيه كامله. نعم وهذوما انطلقوا. احنا شنو اللي باش نلاحظوا بالاساس؟ باش نلاحظوا خاصه كل ما هو متعلق بالدعايه الانتخابيه فيما خاصة التظاهرات الانتخابية معناها اللي فيها اللي يتم دعاء استدعاء الناخب واستدراجه وتأثير معناها يحاولوا باش يستدعوه باش يصوت لهم. إذا هي الاجتماعات الكبرى، اللقاءات، بورت ا بورت، توزيع المطويات، هذا الكل اللي باش يهمنا بالأساس. الملاحظين نتاعنا باش يحضروا هذه الاجتماعات باش عندهم استمارة نتاعهم، يكونوا لابسين زيهم ولابسين طبعا الاعتماد نتاعهم الهيئة، ويحضروا هذه الاجتماعات ويسجلوا شنو اللي صار فيها ويلاحظوا بالاساس الخطاب. يعني احنا باش ناكدوا كان فيه دعوه للعنف او للتمييز او للتفرقه، الخطاب كذلك وتواجد المراه ان كانت موجوده على المنصه وشو الخطاب موجوده من بين الحاضرين والا لا، الخطاب كذلك بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه ان كانت هذه الاحزاب وهذه القائمات كانت اعدت برنامج معناها وحاولت توصل الخطابات نتاعها والبرامج نتاعها الى الاشخاص ذوي الاعاقه، ان كانت هيئه المكان باش يكون سهوله البلوغ بالنسبه اليهم، هذه بالنسبه كذلك باش نقيموا بصفه عامه بصفه اجماليه التكلفه نتاع كل هذه اللقاءات. مدام ليلى وبعد نرفعوهم الى الهيئه الفرعيه والى الهيئه العليا فيما بعد. هي الحمله ديجا بدات الى حد الان قداش من خروقات ربما العدد نتاعهم وحسب التصنيف معناها كيفاش نجم نصنفوها؟ انطلقت الخروقات المسجلة. نعم انطلقت اذا الحمله يوم معناها 14 افريل، في البدايه كانت معناها مختلفه معناها اللوغيتم نتاعها كان يختلف من منطقه الى اخرى، بما انه هو اخر اسبوع سجلنا بعض الانشطه وبعض الخروقات، اهمها لو كان نجم نقولوا هي تعليق القائمات في اماكن غير مخصصه لها وهذا يمنع ويحجر بالقانون، كذلك عمليه تمزيق القائمات وهذه ظاهرة موجودة في كامل البلاد التونسية للأسف، وهذه ماهوش معقول ماهوش عملية ما سي با أكت سيفيك، مش معقول تجي تقطع وإلا تجي تبلبزها وتفسدها، هذه من جهة أخرى، كذلك تعليق القائمات في دوائر غير الدوائر نتاعها. بالنسبة الأخرى كذلك لاحظنا اللي فما بعض الأنشطة بعض القائمات علقت وعرفنا اللي هي ما خذتش تاشيره من الهيئه العليا للهيئه الفرعيه قبل ما تعلقها، هناك فما المشكل زاد اللي تعرض له في الشريط اللي تعديتوه اللي هو انه فما بعض البيانات الانتخابيه التي تم رفضها من بعض الهيئات الفرعيه وقبولها من هيئات اخرى، واحنا في هذا الصدد دفعنا معناها ملاحظاتنا الى الهيئه العليا المستقله للانتخابات ومعناها دعونا فيهم لتوحيد الخطاب، خاطر مش معقول هيئات معينه تقبل هذا البيان وهيئات اخرى في اماكن اخرى معناها في سوسه والمهديه رفضوا له مثلا بالنسبه للجبل، وبعد نلقاو في اماكن اخرى قبلوا نفس البيان. وشيء اخر بالله باش نقول فيما يخص هذا البيان، راهو فما كلمه احنا القانون واضح يلزم البيان ما فيش دعوة للي الكراهية أو العنف أو التمييز أو التفرقة، هذا الكل معروف، لكن فما طريقة اتبعتها
الهيئه باش تكيف النص هذاك وتفهمه. احنا نسال على اي اساس؟ على خاطر راهو الكلمات الموجوده هي عامه وثرثره معناها صحيح فيها مس، ولكن نجم هما يقولوه بطريقه ونجم شخص اخر يقولوه بطريقه اخرى. اذا القانون في لهنا فما مشكله في القانون اللي هو مش واضح، ما عطانيش الاليات الكافيه باش نحاولوا بها نص ونص اخر، خاطر هو حكى في المطلق. ولهنا يلزم القانون يلزم يكون اوضح ويكون اثبت. تم تسجيل ربما خروقات على مستوى الخطاب. نعم فما بعض الدعاوي للخطاب للعنف في بعض الجهات، وصلت للعنف اللفظي وحتى الجسدي في حتى في الكيف، لانه هي مشكله ما بين عون قديم يخدم في البلديه واحد والرئيس القائمه المترشحه كان يخدم في البلديه منذ سنه وترشح، وصارت معناها بيناتهم ملاكشات، وصلت الى العنف الجسدي، وصلت حتى للشرطه. هذه اثناء الجلسه معناها اجتماع بسيط، ولكن كذلك سجلنا الغاء بعض الاجتماعات. ما دام ما تستحضرش رقم ربما باش لا ما زلنا احنا اثناء اعداد التقرير بتاعنا ما زلنا مازلنا في الايامات الاولى. راهو النسق انخفض ما بين اليوم السبت والاحد، البارح معناها بالنسبه لليوم انخفض نسق الاجتماعات والدعايات وكل شيء بطريقه غريبه. على النقطه هذيا فيو اللي احنا في كي نحكيوا تمويل الحمله الانتخابيه نراقبوا ثلاثه اشياء. الاولاني هو احترام سقف الانفاق الانتخابي، اللي هل تم انفاق مبالغ تتجاوز سقف الانفاق الانتخابي اللي يضبطه القانون. الثاني نراقبوا حياد الاداره، والثالث نراقبوا شراء الاصوات. اليوم في 2018 الواقع مختلف شويه على 2014، لان يعني في 2014 كان السيد مهدي جمعه هو رئيس الحكومه وكان شخص تكنوكرات وكانت حكومه كفايات، فبالتالي ما كانش عندنا هاجس استغلال موارد الدوله على عكس اللي صاير توا. اكبر ربما ما نقولش خروقات، ولكن اكبر مازق اخلاقي باش ما نقولش تجاوز، خلي الهيئه هي والقضاء هما اللي قرروا. هو انه اثناء الدوام الاداري نقاء وزراء يتنقلوا بسيارات الوزاره نتاعهم من اجل دعم قوائم محليه، وهذا هو الاشكال. اليوم اذا نحكيو على حياد الاداره، هل منصب الوزير هو منصب نتمتعوا به ديما، والا نتخلصوا منه في الويكاند ونلاقوا حاجه اخرى؟ فاليوم انه نشوفوا مجموعه كبيره من الوزراء يتحركون ميدانيا اليوم يطرح خلينا نقول اكثر من سؤال نحو حياد الاداره، وهل سيتم استغلال موارد الدوله من اجل الانحياز او الاستفاف وراء حزب معين. ولكن قبل ما نحكيوا على الانتخابات فما نقطه نوعا ما ننساوها، خاطر اول مره تصير هي انتخابات الامنيين. وهوني الناس كنا نحكيو على 6 مايو وننسيو 29 افريل. 29 افريل انا متخوف منه الحقيقه برشا، لانه حاجه جديده علينا الناس الكل. لكن حتى في طريقه الاعداد فما برشا نقاط استفهام وفما برشا مخاطر. الاولاني يلزمنا نعرفوا اللي صوت الامنيين يلزم يتحمي مرتين وثلاثه مرات اكثر من صوت المواطن العادي، خاطر ما نجموش اليوم نعرفوا شنو هي التوجه للمؤسسه الامنيه ولا المؤسسه العسكريه نتاعنا، شنو هي لونها السياسي. ولكن الفرق نتاع اسبوع يخلق علينا حرج واحد اخر ولا تحدي جديد، هو انه لا فقط انه الصناديق سيتم اغلاقها ثم حمايتها ثم فتحها يوم 6 مايو. هذول اللي خذيت اجراء ولكن اليوم عندنا تامين صندوق لمده اسبوع اللي هو تحدي. الحاجه الثانيه هو ان نضمنوا انه هويه وصوت الامني لا يكشف في الاجراء اللي خذته الهيئه، انه الصناديق هذيك تقعد في نفس المكتب يوم 6 مايو اذا انت انتخبت في القاعه عدد واحد. الامنيين والعسكريين غير معنيين بالحبر السريع. غير معنيين بالحبر خاطر فيه نوعا ما كشف عن الهويه، ولكن حتى الحبر كموضوع الغاء ثم اعاده تقراره دمج الصناديق زيد ودمج الصناديق بطريقه، لكن اذا يتم فما خطا في النهار الاولاني من بعد كي نجد نهار 6 مايو نجيبوا زوز الصناديق برك نواصلوا بنفس الخطا هذاك. فبالتالي اليوم يلزمنا ربما كمجتمع مدني كسياسيين كلنا نحكيه، ولكن حتى مبدا تكافؤ الفرص للاسف لا يحترم جدا، لانه كي نحكيه على الصمت الانتخابي هو فتره راحه تمنح للناخب باش يفكر شكون الحزب اللي اقنعه اكثر. في قلب الحملة خلينا نقول اليوم 29 والأسبوع الأخير تقريبا، دخلنا في الأسبوع الأخير للحملة وقتها تكون الحملة في أوجها
فبالتالي الامنيين تلقاو رواحهم وهما ناويين ينتخبوا الحمله دايره بهم، ربما باش نامنوا البيريميتر الصغير اللي داخل اللي محيط بالمراكز باش ما يتمش. تظهر معناها مدى اهميه دور المجتمع المدني ربما. ان شاء الله يعاونونا، انا نقول ان شاء الله الاحزاب يعاونونا خاطر ما سالش نهار 6 ماي مستانسين بالتجاذبات، ولكن ماذا بينا مكاسب الدوله التونسيه في مؤسستيها الامنيه والعسكريه نقاو بهم شويه على التجاذبات هذيا، ما نحاولوش نعرفوا الهويه الامنيين اللي شكون ننتخبوا، خاطر المعلومه هذيا اكيد الاحزاب يحبوا يعرفوها، ولكن في نفس الوقت ما يسالش كان نحترموهم شويه نهارتها ونسق الحمله. بو متاكد الكلام هذا مش باش يصير، ولكن ما يسالش، خلينا نقولوا نحترموا شويه الامنيين، نعطيهم مش صمت انتخابي ولكن هامش من الراحه باش يفكروا اكثر في شكون الحزب اللي مثلا تحديد الخيار نتاعهم. مدام ليلى، بخصوص مشاركه الامنيين والعسكريين، نعم. تعطينا كلمه في السياق هذا. نعم، بالنسبه للجمعيه عتيد احنا الملاحظين نتاعنا باش يكونوا متواجدين، ونفس الملاحظ اللي هو باش يلاحظ يوم تصويت الامنيين باش يمشي مع الصندوق باش يوصلوا حتى لا 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 باش يمشي معاه باش يتبعوا حتى للهيئات الفرعيه، لانه الهيئات الفرعيه باش يكون فيها غرفه مخصصه لذلك، باش يحطوه في وسطها باش يشمعوه. اذا هو باش ياخذ الى جانب ذلك معناها نقولوا القفل الخامس الرقم نتاعو كل شيء، وباش ياخذ باش يمشي معاهم حتى يامن من موجود في الغرفة في الهيئة الفرعية اللي هي بتتشمع بالشمع الأحمر. ونهار 6 ماي نفس الملاحظ باش يرجع اللي هو بيدو باش يمشي معاه باش يشوف كيفية فتح الغرفة وكيفاش يجيبوا الصندوق ويقعد معاه النهار هذاك نهار 6 ماي في نفس المكتب ويحضر في عملية فتح هذا الصندوق، خاطر باش يقعد نهار كامل بحث الصندوق الآخر وما يتحل كان من بعد بعد إغلاق عملية التصويت، باش يحطوهم زوز مع بعضهم ويخلطوهم باش ما يعرفوش بالضبط هوية التصويت هذايا. إذا احنا ملاحظين باش نحاولوا نكونوا نفس الملاحظ هو اللي باش يحضر نهار 29 أفريل وكذلك 6 ماي الواش باش يتم باش يكون هو خاطر احرص لازمنا نحرصوا على انه العمليه تتم في احسن الظروف وبحضور المجتمع المدني، وهذا شيء اكيد ولضمان انه الامور الشفافيه وكذلك تصديق لان العمليه تمت في ظروف طيبه. واضح. هوني يطرح اشكال ربما امكانيه اجراء الانتخابات في ظل غياب مجله الجماعات المحليه اللي ما زلت التوا تناقش تحت قبه مجلس مجلس نواب الشعب بنسق بطيء. نعم، كيفاش باش نعملوا يعني كيفاش ترى انه الانتخابات هذه في ظل غياب امكانيه ربما غياب المجله هذه؟ والله احنا في جمعيه عتيد كنا اليوم الخميس اللي فات قمنا بندوه صحفيه عبرنا فيها عن قلقنا كيفاش نتعداو الانتخابات معناها بلديه 2018 في غياب مجله الجماعات المحليه وبقانون 1975. مش معناها كيفاش نعملوا انتخابات على انا اساس شنو هي مهام هذه؟ خاصه انك قبيله نبهت لحكايه التشريع ربما نعم. اللي ناقص اللي مش ضابط مليح بعض نعم كيفاش نتعداو الانتخابات واحنا ما نعرفوش شنو هي مهام بالضبط رئيس البلديه رئيس الاعضاء كيفاش ما نعرفوش كيفاش شنو هي تكوين كيف يتكون هذا المجلس شنو هي صلاحياته شنو هي موارده البشريه والماليه شنو هي معناها في صوره حتى وجود بعض المشاكل فضل النزاع شنو هي المهام وشنو هي اذا هذا الكل ما نعرفوش بالضبط بالرغم هذا الكل تعدينا لانه القانون راه لازمك تعرف اللي القانون الانتخابي في فصل 173 مكرر في فصوله الانتقاليه قال اللي نجم نتعداو الانتخابات البلديه ل 2000 كانت 2017 في غياب قانون 1975 معناها قانونيا مقبول الشيء احنا ما نجموش نجيو ولكن هذا يتعارض ويتنافى مع الباب السابع من الدستور والمبادئ اللي موجوده في الدستور نتاعنا معناها من جهه هكا ما فهمناش كيفاش دونك احنا ان شاء الله نامل ديما المجتمع المدني راهو يعبر عن امله الا ما تلقاناش موجودين لهنا اذا هو يامن انه تتسرع وما تتسرعش نزربوا وما نتسرعوش في الاتمام المجله قبل 6 ماي ولكن هذا ما يعنيش اللي وقت اللي تحضر المجله باش تكون نافذه راهو بخلاف المجله بعد باش ننظروا في دستوريه هذه قوانين هذه الفصول هذه المجله ان كانت معناها مطابقه ولا لا وبعد باش تجي نشرها في الرائد الرسمي
وبعد باش تجي النصوص الترتيبيه والاوامر التنظيميه اللي تجي تصدرها الحكومه حتى تكون هذه المجله نافذه. معناها بعد ذاك الكل يلزمنا نستناو مده زاده باش تكون نافذه. 120 فصل هو مازال في قرابه 120 فصل قدموا هما فيه، ولكن ما تنساش عندنا ممكن فتره اللي هي خاطر بعد 6 ماي فما فتره ما تعرف بالطاعون، وخاطر 6 ماي بعد 3 ايام 4 ايام تخرج النتائج الاوليه، وبعدها فما قرابه شهرين باش فيها الطاعون والنظر في هذه الطاعون باش تخرج النتائج النهائية. دونك نأمل أنه في الفترة هذيك تكون المجلة حاضرة، وكذلك النصوص الترتيبية والأوامر الحكومية تكون حاضرة، واضح. اللي باش تسعى أن تكون هذه المجلة حاضرة وحيز النفاذ نجم نطبقوها. واضح. مدام ليلى تأمل، أنت شنو رأيك؟ خلينا نحكيوا على اللي استنسنا به في البرلمان التونسي، هو عدم احترام الأجيال بما فيها يظهر الأجل الأكبر والأهم، واللي البرلمان ما كانش عنده حتى اشكال انه ما يحترموش هو المحكمه الدستوريه. اليوم كي نحكيوا على اللامركزيه راهو زوز مسارات، مسار اللامركزيه وبعد مسار اللامحوري. اذا احنا اليوم مشينا نحو الانتخابات، انا السؤال الوحيد للساده النواب المتحزبين، انت كي تحضر في حزبك في برنامج الانتخاب نتاعك كرئيس بلديه وفق اي صلاحيات؟ معناها راهو كي نحكيوا على انه قبل 6 ماي احنا ديجا متاخرين. معناها اليوم عندنا مجموعه من المترشحين اللي قدموا حاليا في وعود انتخابيه لا اساس لها من المنطق، ما نقولش من الصح، خاطر هو يقدم اليوم في مجموعه من الوعود يربطها بمجموعه من الصلاحيات ماهيش موجوده. يقول لي قريت النسخه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، يقرا اللي يحب، لكن طونك ما خرجوش ما تصدقش على المجله ثم قوانينها ما عندك حتى شيء ملموس. لكن اكثر من هك اليوم راهو كي نحكيو على الفصل السابع من الدستور، نحكيو على انه المثلث العادي نتاع السلطات اللي كان فيه تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه تفكك ولا فيه خمسه سلطات. اليوم عندنا بالاضافه للثلاثه الكلاسيكيين عندنا سلطه الهياكل المستقله، ثم السلطه نتاع الهياكل المحليه، دونك الاعلام ولا السلطه السادسه تو معناتها. الاشكال اليوم نتعاملوا بالمثلث الكلاسيك وناسين انه السلطات تغيرت ما عادش كيما قبل. فبالتالي راهو رجاء ديجا احنا مخرين، لكن ما يسالش خلينا نداركوا موعد 6 ماي باش ما يوليش المجله اليوم فيها بيع وشراء نتاع صلاحيات، ولكن زاده يلزمنا نفهموا اللي مسار اللامركزيه يبدا بالمصادقه، بعده فما مسار اللامحوريه اللي يشمل الاداره التونسيه وصلاحيات ما بين الاداره وما بين المنتخبين، باش وقتها نبداو نحكيوا على مسار اللامركزيه شد فيه. بلديات ميترا؟ علاش لا؟ برشا خدمه. اما نعرف اللي فما جمعيات اخرين ناويين يخدموا على الحاجه هذيا، دونك اذا ناويين جمعيات خصوصا المحليه نقول لهم اللي نجموا ندعموهم في التمشي هذايا، كما فماش يا خويا ما فما حتى مشكله. اشرف، تم اطلاق منصه جديده من منصه الكترونيه مؤخرا من قبل اي واتش، اذا كان تحكي لنا. هو نفس التمشي، احنا في دعم لامركزيه ضد المجتمع المدني، هي اي اسيست بوينت ان، اللي الهدف منها هو تقديم تعليم عن بعد لفائده المجتمع المدني المحلي، اللي من خلاله ينجموا يتعلموا اداره المشاريع، ينجموا يتعلموا مجموعه من الخصال كما المناصره والمرافعه وغيره، اللي تنجم تحسن مردود نشطاء المجتمع المدني ومردود الجمعيات. فكما قلت اليوم كي نحكيوا على اللامركزيه يلزم يرافقها كذلك اللامركزيه للمجتمع المدني، يلزم يكون فما في كل بلديه جمعيه قادره انها تسائل، قادره انها تتبع، قادره انها تحارب الفساد، خاطر ما ينجمش المسار هذا ينجح فقط بالارتكاز على الاحزاب والاداره فقط دون دور المجتمع المدني. واضح. مدام ليلى، لو كان تحوص لنا انت كممثله عن ربما المجتمع المدني الى جانب اشرف، كلمه هكايا بخصوص الانتخابات البلديه من جهتك او من مكانك تبعا منظمه عتيد، رئيس منظمه عتيد. اذا بالنسبه لنا احنا عندنا الهدف نتاعنا هو معناها ماذا بينا الانتخابات هذه تسير وتتم في احسن الظروف، هذه من حاجه. لكن احنا زاده في بالنسبه لنا احنا الانتخابات هذه هامه وهامه جدا، ولكن احنا كي نحكي لك بالنسبه احنا عندنا مثلا عندنا حصه، عندنا الحمله التحسيسيه باش نمشيو للمواطنين، انه من دور المجتمع المدني انه يمشي للمواطنين ويحثهم على انهم في كل الجهات. نعم، عندنا حمله تحسيسيه خاصه في المناطق الداخليه، وكذلك بالنسبه للشباب، وكذلك المراه اللي فوق عمرها 35 سنه. اذا هذوما الناس باش نمشيو لهم خاصه ونحكيو معاهم، واخترنا في هذه راه عتيديين صغار في العمر، شباب باش يحكيو مع شباب بلغتهم، على خاطر ما تنجمش كل انسان تخاطبه باللغه نتاعو باش تنجم توصل له. اذا احنا في هذه الكل لقينا مشكله بكري كنا نحكيو عليه، المشكله هذه كيفاش انا باش نحكي
ونحفز المواطن باش يمشي باش ينخب في غياب مجلة الجماعات المحلية، باش نقول له هاو راهي البلدية جديدة باش تجي، هاي جاية الانتخابات باش تجي باش تغير لك الأشياء، والبلدية راهي فيها عملية مشاركة ومناصرة وهو يلزم يكون موجود، وفي غياب هذه المجلة معناها فريمون حطونا احنا كمجتمع مدني في مشكلة واضح. مشكلة كبيرة جدا. إذا احنا بالنسبة للانتخابات هذه مهمة ومهمة جدا، المجتمع المدني لازم يكون حاضر. احنا مش احنا راهو المجتمع مش باش نكونوا حاضرين في الملاحظة أكاهو، باش نكونوا كذلك في لاكومبانيمون، شو معناها؟ معناها من بعد بعد ما تم إرساء هذية باش احنا عندنا معناها ممكن عندنا قراءة أخرى، احنا باش نهتموا بالناس اللي هما تم انتخابهم، باش نتم الإحاطة بهم، ممكن نكونوهم، باش نساعدوهم في قيام ببعض الدراسات، بعض الاجتماعات نتاعهم، باش يكونوا نعملوا دور الوسيط ما بين المواطن وبين الاداره وبين الهيئات هذه المنتخبه، خاطر هما عندهم ثقه فينا في المجتمع المدني في اداره هذا الحوار، ما نحطوهمش مع بعضهم في اذا هذه الرؤيه نتاعنا. الموضوع يستحق اكيد اكثر مساحه من الوقت، اكيد باش نعاودوا نستدعاكم مره اخرى ونتوسعوا فيه اكثر. اشرف باختصار. انا ما نجم نقول كان حاجه برك اللي بكل السلبيات قاعدين نقدموا في تونس نحو اتمام التنفيذ الميداني للدستور، مع كل السلبيات قاعدين يتقدموا في المسار الديمقراطي. المسار الديمقراطي يلزم المواطن يعطي صوته، ولكن يلزم المواطن يسأل. اذا انت فما ناس ما يمثلوكش ما تنتخبهمش، اذا ما يمثلك حد فما خيارات اخرى بالاضافه لعدم اختيار شخص، تنجم تخليها ورقه بيضاء، لكن ما تنجمش ما تمشيش تقترع نهارتها. دونك نشجع الناس الكل خصوصا الشباب اصحابي الناس تفرجوا فينا، نقول لهم راهو وقيت باش ناخذوا منحى ايجابي، حتى كما يمثلكش خيار حزبي ولا مستقل، نجم تمشي وتعبر على رايك بورقه بيضاء، ولكن ما تقعدش هكاك. واضح اشرف. اذا كما قلت لكم مدام ليلى واشرف يعطيكم الصحه اليوم على حضركم معنا، واكيد باش نرجعوا الموضوع هذا وباش نستحق لكم برشا باش ناخذوا اكثر مساحه، خاطر الموضوع مهم ويستحق المناقشه وحضور المجتمع المدني. اذا مدام ليلى شرايبي رئيسه منظمه عتيد، شكرا لك على حضورك معنا، نورتنا يا ليلى. كذلك اشرف العوادي رئيس منظمه انا يقظ، ايوه شكرا لك وعلى حضورك معنا. اذا مشاهدينا هكا نوصلوا الختام برنامجنا بالنسبة لليلة، يمكنكم نذكركم أنكم يمكنكم متابعتنا على باج فيسبوك الزيتونة وعلى شان يوتيوب الزيتونة تيفي وعلى موقعنا الإلكتروني www.الزيتونة.com. إذن شكرا لكم على المتابعة وحسن الاهتمام، في أمان الله، السلامة.